قبل يومين حصلت حادثة غريبة في أحد قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تحديدا قرية جحدم التابعة لمركز أو لقرية بني عديات مركز منفلوط محافظة أسيوط، واللي موجود فيها شركة غرب أسيوط أو غرب الكهرباء بأسيوط أو كهرباء غرب أسيوط. الشركة دي أو المحطة عندهم حوالي 15 خزان لتجميع المية من أجل تبريد المحولات. مرة واحدة انهار أحد هذه الخزانات، والخزان تقريبا بيبعد عن الكتلة السكانية حوالي 7 كيلومتر، لكن بسبب ضغط المية وكمية المية، المية دي وصلت لحد المباني وملت الشوارع وخربت بيت المواطن. نبدأ القصة من أولها، انهيار جزئي بأحد أحواض تجميع المية بشركة كهرباء غرب أسيوط. ده حسب بيان رسمي لطيف خرج عن شركة الكهرباء وزيل بتوقيع سيادة رئيس مجلس إدارة كهرباء الجنوب، وقال لك الحمد لله بعيدا عن الكتلة السكانية، وده يعني بداية الانهيار، وده سور الحديد بتاع الشركة بعيدا عن الكتلة السكانية ولا يوجد أي خسائر. ده البيان الأول اللي خرج يوم السبت امبارح بالليل بعد كام ساعة كده من انهيار هذا الخزان. سيد عصام سعد اللي هو عصام سعد محافظ أسيوط طلع هو كمان في بيان عشان يؤكد السيطرة على حادث انهيار أحد أحواض التبخير بمحطة كهرباء غرب أسيوط. قال لك الحمد لله سيطرنا وما عندناش أي مشاكل. ده كلام شركة الكهرباء وده كلام سيادة المحافظ والدنيا زي الفل. طب المواطن فعلا حاسس بهذه السيطرة؟ هل فعلا مفيش خسائر في الأرواح والممتلكات زي ما قالت شركة الكهرباء، وزي ما سيادته طلع قال لنا ان كل حاجة تحت السيطرة والوضع مطمئن وارتاحوا واطمنوا وما تخافوش على حد؟ لا، ده المواطن يا عيني بقاله يومين ما نامش. اهالي جحدم او اهالي بني عديات، اهالي المنطقة اللي بتبعد 7 كيلومتر عن هذه المحطة وصلتهم المية، وبيقول لك المية كان ارتفاعها اكتر من متر، بقالهم يومين ما ناموش، مرميين في الشارع، الأجهزة الكهربية باظت والسراير عامت في المية. اسمع كده كلام قرية جحدم، واللي بيردوا على سيادة المحافظ، بيردوا على شركة الكهرباء، بيردوا على الإعلام المصري اللي قال لنا إن كل حاجة تحت السيطرة. متابع. المباني كلها وقعت والطرق الغلقت والبيوت الهدت زي ما انت شايفه، والدبابان كلها عالية، الميتين نزلت في الترعة الكبيرة، والميه دايما من فوق، الميه المسلطره اللي حاشينها على ارتفاع مترين، المسافه جايه على مسافه ارتفاعها مترين، دايما من فوق ارتفاعها مترين، المسافه 70 متر بين محطه الكهرباء. تمام. 7 كيلو. تمام. احنا هنيجي بس نشوف البيوت. تم التضرر كده يا سمحت، يعني الشركه دي عامله سبع خزانات، الخزانة على مساحة 15 متر كده. يبقى سيادة اللي هو بيكذب، السادة في شركة الكهرباء بيكذبوا، باقي الفيديو المواطنين بيفرجوا بيوتهم بقت عاملة ازاي، الملايات والمراتب اللي عايمة في المية، والتلاجات اللي اتملت مية، والبيوت اللي وقعت، والمية اللي وصلت لحد الشبابيك، كل ده في قرية واحدة تبع مركز من مراكز محافظة أسيوط. حد اتحرك؟ الإعلام اللي بيحتفل امبارح بمهرجان العالمين ومش عارف التاتو بتاع عمرو دياب وآخر صورة للفنانة فلانة وأحدث مش عارف مين للاعب فلان، اتحرك؟ حد راح شاف الناس دي اللي اتخرب بيوتها؟ التعويضات اللي بنسمع عنها لبعض أصحاب الشركات وأصحاب الأملاك اللي مرضي عنهم، حد هيعوض الناس دي عن خراب بيوتها؟ الناس اللي جايبه الثلاجات والغسالات بالقسط، واللي كان محوش حتتين هدوم لبنته، واللي كان مخزن اردبين غله او شويه ذره لبكره، كل ده راح في داهيه. حد اتكلم؟ محدش اتكلم. وده واقع المواطن اللي عايش في القرى والنجوع والكفور بعيد عن صناعه القرار، مش بس الاحياء اللي ما باتوش في بيوتهم، ده حتى المقابر كمان عامت. الخبر بيقول لك المياه الناتجة من انهيار أحواض محطة كهرباء جحدم بأسيوط تجرف رفات الموتى خارج المقابر. في ترعة على بعد كام كيلو متر كده، الجثث
مشيت في الشوارع لحد ما وصلت الترعة. الناس النهاردة محدش عارف الجثث راحت فين. المقابر وكأنه يوم الحشر كلها اتسود بالأرض والجثث راحت والصناديق اتشالت والطوب نفسه اتجرف مع المية. شوف هذا الفيديو لبداية تجريف مقابر جحدم بمحافظة أسيوط وانتشار الجثث في شوارع القرية. نتابع. مشهد في منتهى الصعوبة. الأهالي بيقول لك مش عارفين جثث أهالينا راحت فين. اختلط الحابل بالنابل بالقريب بالغريب والجثث كلها اتجمعت في الترعة بتاعة البلد. أكفان وملابس وطوب وحجر ورمل وخشب كله فوق بعضه مرمي في ترعة قرية جحدم. البحث أو الجثث عايمة فوق المية. غرق مقابر جحدم بأسيوط وأهالي الموتى مش عارفين أهالينا راحوا فين. ده كلام لسيادة المحافظ. شايف المقابر بقت عاملة ازاي؟ شايف اللي وقع وقع واللي اتقلب اتقلب. الكلام ده للسادة في شركة الكهرباء اللي بيقول لك ما عندناش خسائر مادية ولا خسائر في الأرواح. كلام للراجل سيادة اللواء اللي بيقول لك سيطرنا على الحادث فور وقوعه. طب شوف كده الفيديو. الجثث خرجت من المدافن. غرق مقابر جحدم اللي وجعت قلوب أهالي أسيوط خلال الساعات اللي فاتت. نتابع هذا الفيديو. اصور. بص ناس طالعه اهي. ناس طالعه يا فندم على طول. الناس طالعه اهي كده. ادي اهو ادي اهو الحيطان كلها من جوه. من جوه كلها وقعت. صور الناحيه الثانيه من هنا. وشك دقيقه اهو. بص بص والله كل فتح على يعني الصناديق فتحت وفتحت على بعض وغرقانا يعني. في هنا صندوق احد الوفيات زي ما حضراتكم شايفين. الغطا بتاعه طار والقصه عباره القصه موجوده في الكفن. اللي غرقانه دي صناديق. ليه صناديق؟ لان دي مقابر واللي انتوا شايفينه دي جثه حقيقيه لاحد المواطنين. وليه المقابر فيها صناديق؟ لان دي مقابر اخواننا المسيحيين بيدفنوا في الصندوق زي ما حضراتكم شايفين. او المقابر جزء منها مسيحيين وجزء مسلمين بيدفنوا بالصناديق. الصناديق كلها اتجرفت مع الميه والجثث مشيت مع الميه. ده رغم كلام سياده المحافظ ان الموضوع تحت السيطره وان خمس جهات من الدوله اتدخلت. تخيل خمس جهات. خمس جهات تتدخل. ده بعد ما حصل المشكله في محطه الكهرباء في اسيوط. ايه الجهات دي؟ قال لك وزارة التنمية المحلية، الدفاع المدني، ووزارة قصدي مجلس مدينة منفلوط ومجلس مدينة أسيوط، بالإضافة لبعض القوات من الجيش اللي كانت متواجدة في المنطقة. خمس جهات. والنتيجة المحصلة جثث مالية الشوارع وصناديق موتى مالية الترع وبيوت وقعت فوق دماغ المواطنين وناس مرمية في الشارع بقالها يومين مش عارفة تعيش. النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتقدم استجواب للسيد وزير الكهرباء السيد وزير التنمية المحلية وبطالب بتقرير شامل حول انفجار حوض التبريد في محطة كهرباء أسيوط. تقريبا سيادة النائبة مش عايشة معنا في البلد وما تعرفش ان الحكومة مش بتقدم تقارير في حالة الفشل وان الحكومة مش هتحاسب حد. اللي مات الله يرحمه واللي اتهد بيته فوق دماغه ربنا يعوض عليه والجثث نبقى نلمها ونحطها في اي حته. ما هم كده كده ميتين ميتين من الفقر واللي عايش كمان ميت من الاهمال وميت من الفساد. عايز بس اقول نقطه
ان ال 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 القريه اللي وقع فيها او اللي حصلت فيها الماساه دي تبع مركز منفلوط. منفلوط اتصرف عليها حسب كلام سياده اللواء عصام سعد حوالي 3.4 مليار دولار. البدايه كانت منين يا سيدي؟ جنيه اسف. البدايه كانت منين؟ البدايه كانت من قريه جحدم. بدايه حياه كريمه في مركز منفلوط باسيوط كانت من قريه جحدم اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. قال لك حياه كريمه تنطلق في قريه جحدم. المحصله ايه يا سياده الوزير؟ يا سياده المحافظ؟ المحصله ان جحدم في اسيوط بتشتكي من قطع المرافق عنها بفعل فاعل السيد رئيس مجلس المدينه حسب كلام رئيس الوحده المحليه قطع الطريق على المشروعات الخدميه اللي رايحه لقريه جحدم بحجه ان وتم توجيهها لبعض الاماكن اللي دفعت فلوس ووفرت رشاوى للساده المسؤولين في البلد. اخبار سريعه عن جحدم بواقع ان احنا بنتكلم عنها النهارده. اهالي جحدم في اسيوط بيشتكوا المياه ملوثه وغير صالحه للشرب، ده بعد مليارات حياة كريمة. أيضا أهالي عرب الشريفة ودي أحد القرى التابعة لجحدم مركز منفلوط بتدور على كوباية مية للشرب بقالها سنين ومحدش معبر. أهالي جحدم في أسيوط بالإضافة لمشاكل المية والصرف الصحي ما عندهمش كهرباء. المحطة اللي انفجرت دي على بعد 7 كيلو فقط من جحدم او على بعد 7 كيلو من الكتله السكنيه داخل جحدم، ورغم كده الاهالي بيشتكوا من ضعف شبكه الكهرباء او ضعف خدمه الكهرباء. الحكومه عملت ايه؟ الحكومه ما سكتتش بمبدا خد يا ابني لقمه واسكت. عملت الحكومه مع اهالي جحدم، قال لك الجيش يوزع 1100 كرتونه مواد غذائيه بقريه جحدم في اسيوط. يعني ايه؟ هنديكوا لقمتين عشان تسكتوا وتنزلوا بقى من على ودنا، لا تكلمني عن مية ولا صرف صحي ولا مجاري ولا كهرباء، تكلمني عن حياة كريمة. خد يا ابني الكرتونة اللي فيها زيت وسكر وشوية مكرونة جاية لكم هدية من الجيش أو من دولة الجيش عشان نقول الحكومة واقفة جنب أهالي جحدم. بشارك أهالي جحدم في مصيبتهم وبدعو الحكومة لتدخل جاد وكفاية كذب. وأيضا بضم صوتي لصوت النايبة اللي المفروض أو تقريبا مش عايشة معانا بأهمية الكشف عن تقرير شفاف عن اللي حصل ومين المسؤول. أتمنى حد يتقدم للمحاكمة أو حد يتسأل أو حد يطلع يقول لنا الناس دي اتعمل فيها كده ليه وإيه السبب وفين فلوس حياة كريمة في جحدم بمحافظة أسيوط.